مازن همام يا ديشة؟ تتجننتي؟ ما لقيتيش حد غيره؟ يا احلم بقى والنبي ما تقعديش تقطميني، وانا يعني كنت بختار شنطه. الموضوع ملوش اي علاقه بالاختيار. كنت انت اخترتي عاصم يعني؟ لا ما تستهبليش، دي مش زي دي. لا هي هي، الحب مش اختيار. انما انت اخترتي طبعا انك تخبي عليا. احنا اتفقنا الموضوع ده يفضل سر. يا بنتي ده انا صاحبتك، وانا كنت همشي في الشارع سايح لك مثلا. انت عارفه يا احلام ان كلمتي سيف، بس انا كان من حقي عليك انك تقولي لي اتليست كواحده بتقدم برنامج لصالح شركتك، وده اكبر منافس ليا. ده كان سبب ادعى ان انا ما اقولكيش. يا سلام، ازاي بقى؟ بسمتك انت عمرك حسيتي ان انا ببدي مصلحه مازن علينا؟ لا، بس ايه العلاقه؟ العلاقه ان انا بعرف افصل ما بين الشغل وما بين علاقاتي الشخصيه. انت بقى كان هيجيلك هسس. انت عارفه لو انا عرفت القصه دي في ظروف تانية وانت مش متخرشمه كده، انا كنت عورتك على فكره. عارفاكي ومستغله الموقف دلوقتي بقى ماشي، انا هوريكي هنتصرف ازاي بقى في المصيبه دي. تاني مصيبه فيهم كتير يا بنتي. في المصيبه اللي انت فيها دي هنتصرف ازاي؟ احنا لازم نبلغ البوليس. مقدرش يا احلام. يا بنتي دول كانوا هيموتوكي، انت مجنونه؟ لازم تبلغي البوليس ولازم تطلبي حمايه منهم كمان. احلام، اولا انا ما عنديش اي دليل على اللي حصل. ثانيا انت ما تعرفيش محمد همام ده عامل ازاي، ده راجل مفتري. ثالثا مش هاجي دلوقتي واخلف الاتفاق اللي ما بيني وبين مازن وافضحه وافضح نفسي واكشف السر ده. مش مصدقه اللي انت بتقوليه بصراحه يا بنتي، كنت هتموتي. انا كويسه والله الحمد لله انها جت على قد كده. طيب واستاذ مازن موقفه ايه بقى؟ مازن قال لي ناخد بريك. بريك؟ ونرجع لبعض تاني بعد شويه، بس ناخد بالنا اكتر. لا ندله قوي بصراحه. تخيلي. لا ندله جدا. لا دول اهله والموضوع ده يخصه، وهو المفروض يتصرف، مش يقف يتفرج عليكي كده وانت كنتي هتموتي. ديجا يا نهار اسود ومنيل، ازاي ما حدش بالراحه يا سلمى؟ انت كويسه يا حبيبه قلبي؟ سلمى 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 انا عندي ارتجاج يا سلمى بالراحه. انا اسفه انا اسفه، انت تمام؟ طب ايه الحاجات دي؟ اجهزه طبيه عادي بيراقبوها عادي. ايوه انت كويسه؟ ما تقفريش، انا كويس انا الحمد لله. لما انت كويسه بتقرفوني وتطلعوا عيني ليه وانا ناقصاكم؟ انا فيا اللي مكفيني يا بنتي، ما حدش يكلمني في احزان تاني يا جماعه. ما تزعقيش قلبي وقع يا بنتي. ما انا بكلمك من الصبح تليفونك مقفول وتليفون ساير مقفول، اعمل فيكي ايه؟ ما قلت لك بيعطوا بقى اهي، شايفه بتعط اهي منظرها بتعط. لا لا ده انت بين ايدين ربنا، انت ما بيتمرش فيكي خالص. بين ايدين ربنا. انا هيعمل فيكي ايه ده؟ انت مشوهه. انا مشوهه الحقيقه. يخرب بيتك يخرب بيتك. ما كانوش بيعملوا حاجه يا بنتي، دول متخانقين اصلا. لا مش متخانقين، احنا سيبنا بعض. جانا ادم جوليا لانا يلا. اي صوت فيك؟ تعالي هنا. لا هنا اهو، تعالى كده. مين عايز ياكل مربى ومين عايز تشيز؟ انا تشيز. انا تشيز. اوكي اتفضلي خدي يا جوجو. مربى؟ خدي مربى. مش هتستهبلي يا سلمى؟ تعملي فيها مضايقه بجد ولا ايه؟ ده انت المفروض تبوسي ايدك وش وظهر ان انت خلصتي من راجل الخلل ده. احترمي نفسك. لا خلل طبعا. لا احترمي نفسك. خلل وستين خلل وبلوه مسيحه فوق دماغ اي واحده ترتبط بيه. وبعدين تعالي هنا قولي يعني كنت انت يعني فاكره نفسك دايما في دباديب اهله انت كمان؟ لا طبعا كنت بحب. لا ما كنتش بتحبيه، ما تستهبليش. يا سلام، ما هو مين طبعا هيشهد له غيره؟ ما انت صاحبته. ايوه لو كان هو صاحبي حبيبتي انت زي اخت، انت هبله؟ صح. انا والله العظيم متضايقه من حاجه واحده بس، ان هو ما فهمش الموضوع ده بدري عن كده ليه. اللي عمله سائر هو الصح. يا سلام، هو الصح؟ يعني انتوا شايفين ان اللي عمله سائر هو الصح؟ ماشي يا احلام. ايوه هو الصح، وكويس ان عمله دلوقتي مش بعدين. وبالنسبه لي انا بقى، بالنسبه لقلبي اللي اتكسر ده ايه؟ بايه يا ام قلب؟ قلبي ايه اللي اتكسر؟ انت هتمثلي كان وجع في قلبك. والنبي عايشه لنا في دور مديحه يسري وعماد حمدي، ما تمثليش يا سلمى والنبي. اهي جابت لك من الاخر اهي. بصي يا بنتي، انت عمرك ما حبيتي اي راجل في الدنيا غير يوسف. والله العظيم لو جبتي لي دي 10 مره جيبي لي فيها. انت بتحبي يوسف؟ ما بحبوش. ما بحبوش ايه؟ ما بتفهميش؟ ما بحبوش. لا بتحبيه. وعلى فكره عايزه اقول لك حاجه، يمكن انت بقى مشيتي في حدوته تانية كده ريباوند، يعني بتعوضي بقى، رحتي في حدوته تانية يمكن تنسيه. وعلى فكره يمكن تكوني نسيتيه فعلا، بس انت ما حبيتيش غيره.
يا سلام. وبالنسبه للانفستمنت اللي انا عملته في ام الريليشن دي ايه؟ يروح كده عادي يعني؟ حاجة. والله العظيم انتوا ما عندكم دم وحياة ربنا. خلاص بقى احلام كفايه تخبيط في الحلل بقى. انا تعبت اعمل ايه؟ ما انا اللي بتورط يا بنتي. انا كل الرجاله اللي بيحبوها بيجوا يعيطوا لي بالاخر وانا طبطب عليهم وانا مالي؟ انا تعبت انا. والحق مش عليكي اصلا. انت اصلا اخرك عيله صغيره وتافهه وطايشه. الحق على الكبير العاقل. ازاي يعمل كده؟ ازاي يعمل كده؟ انا اصلا هخرج من هنا، انا هخرج من هنا واروح له البيت وامسح بكرامته الارض على اللي عمله ان شاء الله. المهم انت تبقي كويسه بس. طبعا كويسه جدا. انا اصلا بفكر اقوم اتحزم وارقص لكم 10 بلدي بجد. حسوا بيا شويه، انا صاحبتكم مش كده؟ والله العظيم انا حاسه بيكي يا بنتي، يا بنتي حاسه بيكي، وحقك انك تزعلي وتتضايقي، بس ما تكبريش القصه. بصي يا احلام، انت من الاخر عايزه تقولي ان انا فقريه؟ ما انا عارفه ان انا فقريه. انا اصلا فانت طول عمرك بتقولي كده، انت عايزه تقولي ان انا والله فقريه. انت كويسه وشاطره، ولما بتقرري انك تحاولي في حاجه بتحاولي فيها، بس المشكله فين؟ انك بتعملي افورت كبير ويو انفست في حاجه مش صح. وحياة ربنا اللي هيجيب لي سيره الرجاله تاني. انا ما بقتش طايقه الرجاله في حياتي خلاص. وانا ما بقتش طايقاكي بقى على فكره. في ايه يا فيجا؟ في ايه؟ في ايه؟ مش شايفه في ايه؟ مش شايفه ايه؟ انا جايه لك على ملا وشي وقاعده متبهدله وطلعان عين انا. وشك ايه يا ماما؟ وشك انا هكتوا عليا الاكل اللي انا باكله مش قادره. يلا يا بنت احنا نروح. ادخل. انا مش مصدقه نفسي. وحياة ربنا ده انت فظيعه، ده انت حاجه تعرف. سلامتك حبيبتي. مساء الخير يوسف.